زي ما عودناكم كل سنة ان رمضان في حدوتة مصرية حاجة تانية، مستنيينكم في رمضان السنة دي في حدوتة مصرية علشان نستمتع بالاجواء الرمضانية وكمان الاكلات المصرية المميزة على بوفيه حدوتة الرمضاني في فرع الشيخ زايد او في فرع ابن بطوطة مول. وكمان اوعوا تنسوا مسحراتي حدوتة في اجواء السحور اللي هترجعنا لايام رمضان الجميلة. احجز دلوقتي من على حدوتة.com او من اللينك اللي موجود في البايو. رمضان في حدوتة مصرية حاجة تانية.